الحمد لله الذي لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأسبحه كما سبحته الخلائق من قبلي قائلا: سبحان من سبحت له السماء برعدها والأرض بزلزالها والمياه بخريرها والأسود بزئيرها والخيول بصهيلها والطيور بتغريدها. الحمد لله الواحد الأحد، أصفه بصفات الكمال المطلقة، أنزهه عن كل نقص لا يليق به، أركع وأنحني إعظاما في صلاتي لذاته، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد. سبحانك سبحانك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ ومن كنت معه فمن عليه؟ ومن كنت عليه فمن معه؟ الملك ملكك، والأمر أمرك، والحكم حكمك، والسلطان سلطانك، والتدبير تدبيرك، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. إنا قد رضينا بك كفيلا وكيلا، وبحبيبك المصطفى هاديا ومعلما ودليلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات، ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. لا إله إلا الله شعارنا، دسارنا، بطاقتنا، رسالتنا، هويتنا، قضيتنا، عنواننا، مبدأنا والختام. لا إله إلا الله، من أجلها نجاهد، بها وعليها نحيا، في سبيلها نموت. لا إله إلا الله سيبقى يتردد في أرجاء الكون صداها، ولن ينقطع على مر الأزمان نداها. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله، أنت الإله، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ورسولنا وشفيعنا قائدنا وقدوتنا عدتنا وعمدتنا
فخرنا وعزنا كبيرنا وزعيمنا أستاذنا ومعلمنا خطيبنا ومحدثنا محمداً عبده ورسوله الذي ما خلق الله في الكون كله أزكى ولا أتقى ولا أنقى ولا أرقى ولا أحلى ولا أبهى ولا أسعد ولا أرشد ولا أزهد ولا أعبد ولا أجمل ولا أنبل ولا أزهر ولا أنور ولا أبلغ ولا أبين ولا أفصح ولا أنصح ولا أوضح ولا أخشع لله من الحبيب فصلوا على الحبيب. من الناس من يصلي على النبي في اليوم الواحد 100 مرة، ومن الناس من يصلي على النبي في اليوم الواحد 1000 مرة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على السيد السند والإمام المعتمد النبي الكريم صاحب الخلق العظيم. أما بعد، رباه رباه، لا تجعل كلمتي صيحة في واد ولا نفخة في رماد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك يا الله يا الله أن تجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ورطبوا ألسنتكم بذكر الله، وصلوا وسلموا على سيدنا رسول الله. في محافظة سوهاج في مركز المنشاه عرابة أبو كريشة قرية أولاد علي نجع الدهور، نبارك للعريس الأستاذ محمود سلمان حمزي سليمان الرعمي على كريمة الحاج عبد المنعم علي عبد المولى الرعمي. أقول له ولعروسته: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ما المقصد من الزواج؟ ركزوا معي جيدا، دعوكم من الالتفات يمينا وشمالا، دعوكم من التركيز مع الشاشة، انتبهوا معي جيدا حتى نخرج بفائدة ولو بفائدة واحدة. الزواج يا عباد الله آية ربانية وسنة نبوية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية وسكن للغريزة الجسدية. الزواج حصانة وابتهاج وسكن ولباس وأنس واندماج. كم خفف من هموم ولطف من غموم. بالزواج تتعارف القبائل وتتقارب الأسر وتتكون الشعوب وتقوى الأواصر. والزواج فيه الراحة النفسية والطمأنينة القلبية والتعاون على الحياة الاجتماعية. الزواج فيه استقامة الحال وهدوء البال وراحة الضمير وأنس المصير. والزواج يكفيه أنه آية من آيات الله الدالة على حكمته. وإذا كان البيت
سكنا للبدن، وإذا كان البيت سكنا للبدن فإن الزوجة سكن للنفس. أكررها، إذا كان البيت سكنا للبدن فإن الزوجة سكن للنفس. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا يا رب؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وحث النبي الشباب على الزواج فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الإمام مسلم. وحثنا النبي أيضا على الزواج فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. خرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. يا جماعة الخير، كان النبي يجلس حيث ينتهي به المجلس، لا تتزاحموا من الأمام مشايخنا، اجلسوا بارك الله فيكم. وترك الزواج بلا مانع شرعي يسبب العقد النفسية، بل يؤدي إلى الجنون. وإذا رأيت شابا تجاوز 30 أو 40 ولم يتزوج بعد فهو واحد من 3. إذا رأيت شابا تجاوز 30 ولم يتزوج بعد فهو واحد من 3: إما أنه عاجز عن النساء، وإما أنه عاجز عن تكاليف الزواج، وإما أنه رجل فاجر. قابل عمر بن الخطاب رجلا فقال له: أمتزوج أنت؟ قال الرجل: لا. قال عمر: ما يمنعك عن الزواج إلا عجز أو فجور؟ وقال عمر بن الخطاب: إني لأقشعر من الشاب ليست له امرأة. لا قيمة للرجل بدون امرأة، لا معنى للحياة بدون نساء. قالها النبي صراحة: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أما الرجل الذي ماتت زوجته في سن 60 ولم يتزوج، نحن ندعوك أيضا إلى الزواج. إياك أن تظن أن هذا من الوفاء، يقول: ماتت زوجتي وأنا في سن 60 لن أتزوج، يظن أن هذا وفاء. أنت تضحك على نفسك. الوفاء الحقيقي أن تهتم بنفسك، هذا شرع الله. قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام ولي طول على النكاح لتزوجت كراهة أن ألقى الله عزبا. وقال الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل:
ليست العزوبة، أي العزوبية، ليست العزوبة من الإسلام في شيء. ومن دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام، نبينا معايا حج جابر أبو شهاب، ونبينا عليه الصلاة والسلام تزوج بأكثر من امرأة. تزوج النبي، احفظها مني، تزوج النبي بإحدى عشرة امرأة ومات عن تسع. إذن المعلومة اللي بتقول إنه النبي تزوج تسع خطأ، النبي تزوج بإحدى عشرة امرأة ومات عن تسع. وقال إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، الرجل الذي لا يميل إلى النساء، لو واحد قال أنا ماليش في النسوان ومش هتجوز، هذا رجل ناقص في المجتمع. الرجل الذي لا يميل إلى النساء ناقص في رجولته، مشكوك في فحولته، متهم في غريزته، ضعيف في إرادته. سيدنا موسى عليه السلام كليم الله، سيدنا موسى، ترتيب موسى في الفضل الثالث، فأفضل الأنبياء على الإطلاق سيدنا محمد، يأتي من بعده سيدنا إبراهيم ثم سيدنا موسى. سيدنا موسى قبل على نفسه أن يعمل خادما، أجيرا، راعي غنم لمدة 8 سنوات فقط، من أجل أن يستر نفسه، من أجل أن يتزوج. يبقى سيدنا موسى عمل أجيرا، كليم الله يعمل راعي غنم، لماذا؟ لمدة 8 سنوات من أجل أن يستر نفسه، من أجل أن يتزوج. وسيدنا آدم حينما سكن في الجنة استوحش، يعني أصيب بالملل والوحشة والسآمة، فبماذا آنس الله آدم؟ مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بماذا آنس الله آدم؟ خلق الله له أنسى من ضلعه، فاستيقظ في الصباح وهو نائم على فراشه سيدنا آدم، فوجد امرأة بجانبه، وجد امرأة بجانبه، خلقها الله من ضلعه، فإذا هي حواء. لا قيمة للرجل بدون امرأة. من أجل ذلك يا أهالي المنشاه، أنا أدعوكم إلى تخفيف المهور، لا سيما في هذه المبالغ التي قصمت الظهور. لماذا 200,000 من الذهب؟ لماذا؟ زوجوا الشباب، ساعدوا الشباب، افتحوا البيوت، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. لماذا هذا الغلاء والمبالغة في الزواج؟ جهاز البنت حاليا عدى 500,000، جهاز بنت، أجهزة كهربائية وبعض المفارش يتجاوز 500,000. نحن نصنع الأزمات بنفسنا، نحن نصنع الأزمات بنفسنا. ومن أعمالكم سلط عليكم، حتى الغلاء حاليا من أنفسنا، والله
من ذنوبنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. انظر إلى الاحتكار مثلا، الجماعة اللي بيحتكروا السلع، الراجل التاجر اللي مخبي السكر، يا رب يجي لك سكر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الزواج يا عباد الله آية من آيات الله الدالة على حكمته، أن يجتمع رجل بامرأة، هذه آية. وآيات الله كثيرة، السماء بغير عمد ترونها، من رفعها؟ بالنجوم من زينها؟ الجبال من نصبها؟ الأرض من سطحها؟ الطبيب من أرداه؟ وقد كان يرجى بإذن ربه شفاه. البصير بالحفرة من أهواه؟ والأعمى في ازدحام من يقود خطاه؟ الجنين في ظلمات ثلاث من يرعاه؟ الوليد من أبكاه؟ الثعبان من أحياه؟ والسم يملأ فاه؟ الشهد من حلاه؟ اللبن من بين فرث ودم من صفاه؟ الهواء تحسه الأيدي ولا تراه؟ من أخفاه؟ الزرع في الصحراء من أرباه؟ القمر من أتمه وأسراه؟ النخل من شق نواه؟ الجبل من أرساه؟ الصخر من فجر منه المياه؟ النهر من أجراه؟ البحر من أطراه؟ الليل من حاك دجاه؟ الصبح من أصفره وأخرج ضحاه؟ النوم من جعله وفاه وبعده حياه؟ العقل من منحه وأعطاه؟ الطير في جو السماء من أمسكه ورعاه؟ في أوكاره من غزاه ونماه؟ الظالم من يمهله؟ الجبار من يقسمه؟ المظلوم من ينصره؟ المضطر من يجيبه؟ الملهوف من يغيثه؟ الضال من يهديه؟ الحيران من يرشده؟ العاري من يكسوه؟ الجائع من يشبعه؟ الكسير من يجبره؟ الفقير من يغنيه؟ أنت أنت، من خلقك؟ من صورك؟ من شق سمعك وبصرك؟ من سواك فعدلك؟ من رزقك؟ من أطعمك؟ من سقاك؟ من كساك؟ من أغناك؟ من أعطاك؟ من هداك ونصرك؟ إن قلت الطبيعة فمن طبعها؟ والنظم المتدافعة من الذي دفعها؟ لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك. ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. أإله مع الله؟ عباد الله، اتقوا الله في شباب المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لماذا يا رب؟ لماذا يا رسول الله؟ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخلاق دين يا أخي، جاء عريس البنتك ترك جميع الأبواب يا شيخ، ترك جميع الأبواب وطرق بابك أنت،
يا أخي لا تكسر بخاطره، طالما أنه صاحب أخلاق وصاحب دين. والله يا جماعة الخير، الأزمة الحقيقية التي تمر بها الأمة الإسلامية ليست أزمة اقتصادية ولا إعلامية ولا تعليمية ولا زراعية ولا صحية، إنما الأزمة الحقيقية التي تمر بها البلاد هي الأزمة الأخلاقية. الأزمة فينا يا قومي أزمة أخلاق، يا قومي عودوا لله الحي الرزاق. ألفاظ نسمعها من الشباب في الدابة السوداء المعروفة بالتكتك وهي علامة فقر، ألفاظ نسمعها والله تقشعر منها الأجساد، ألفاظ صارت عادية جدا، وأصبحنا نسمع سب الدين في بلاد المسلمين عيانا بيانا جهارا نهارا. دين الإسلام يسب، أين هي الأخلاق؟ لأهمية حسن الخلق كان النبي يدعو ويقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان النبي إذا رجل شعره، أي صرح شعره ونظر إلى المرآة، كان يقول: اللهم وكما حسنت خلقي فحسن خلقي. الإسلام ثلاثة أشياء: عقيدة وشريعة وأخلاق، والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. ونصف مساحة العالم الإسلامي دخلت في الإسلام بسبب الأخلاق، لا سمو بلا دين ولا دين بلا أخلاق. كل العطور سينتهي مفعولها ويدوم عطر مكارم الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ولو كان الخلق رجلا ما كان إلا المصطفى. بالله عليك، هل أنت صاحب أخلاق حسنة؟ بالله عليك، أنت عارف يعني الأخلاق؟ مش معنى الأخلاق، وإن كانت من الأخلاق، إنك أنت تكلمني جميل وأنا أكلمك جميل، نعم هي من الأخلاق، لكن الأخلاق الحقيقية إنك تتحط تحت الضغط، إنك تشتم وتسكت وإنت قادر على الرد، هذا أكبر دليل على أنك صاحب أخلاق. إن استطعت أن ترد وأنت واثق من نفسك وسكت، فهذا أكبر دليل على أنك صاحب أخلاق. الخلق الحسن إنك تروح تشفع ولا تشفع، تتوسط عند جماعة وما تزعلش، إنك تمرض وما حدش يزورك أو شخص يقصر ما تزعلش، معاه ظروف، إنك تدخل في مجلس وتجلس في مكان وما تزعلش لو ما قعدوكش من قدام، هذا أكبر دليل أيضا على الثقة بالنفس وعلى الأخلاق الحسنة. كان النبي يجلس حيث ينتهي به المجلس. حسن الخلق هو أن يكون المسلم كثير الحياء، قليل الأذى، كثير العمل، صدوق اللسان، قليل الكلام، برا وصولا وقورا، صبورا شكورا، راضيا حكيما، رفيقا شفيقا، عفيفا خفيفا، لطيفا ظريفا، حشاشا بشاشا، بساما ضحاكا، لا لعانا ولا سبابا ولا شتاما ولا نماما ولا مغتابا ولا حقودا ولا حسودا ولا عجولا، يحب في الله ويعطي في الله، فهذا هو حسن الخلق. يا أخي اجلس مع نفسك وقل لنفسك: هل أنا مؤدب؟ نعم، هل أنت مؤدب؟ يا أخي يعني أجبر بخاطر الناس في لسانك، خلي لسانك حلو، عايز توصل لقلوب الناس خلي لسانك حلو. أقرب طريق لقلب أي إنسان هي حلاوة اللسان. احترم الكبير، قول يا عم فلان، يا خال فلان. والله العظيم أنا معارف
الشباب لما ينادي على واحد كبير يقول له زيك يا حج فلان، حج فلان هل كان صديقا لك يا أخي؟ يقول يا عم يا خال. المهندس أقول له يا باش مهندس. القاضي أقول له يا معالي المستشار. العمدة أقول له يا جنب العمدة. الشيخ أقول له يا عم الشيخ. كل واحد أدي له قدره. قال عليه الصلاة والسلام: أنزل الناس منازلهم. اجلس مع نفسك وقل لنفسك: هل أنا مؤدب؟ هل أنا محترم؟ هل تعاملي مع الناس طيب؟ هل أنا حسن الأخلاق أم سيء الأخلاق؟ نعم يا أخي، هل أنت بالناس لطيف يطمئنون إليك ويرتاحون إلى جوارك ويتلذذون بحوارك ويتسابقون إلى مرافقتك ومعرفتك؟ هل بيعك سمح؟ شراؤك سمح؟ حديثك صدق؟ وعدك وفاء؟ كلامك خير؟ يدك عن الشر مكفوفة؟ عينك عن الخيانة مصروفة؟ طلاقة وجهك لغير معارفك كما هي لذوي مصالحك؟ أين نحن من هذه الأخلاق والآداب والقيم والفضائل؟ كفانا نصب واحتيال وغش وخداع وتطفيف في الكيل والميزان. كفانا كبر وغرور واستعلاء. كفانا من هذه العنترية الكاذبة الفارغة. قل لي بربك: أين إحسانك إلى جارك؟ أين إكرامك للضيف؟ أين الرحمة بالضعيف؟ أين الإحسان إلى الفقير والمسكين؟ أين رد السيئة بالحسنة؟ أين إتقان العمل؟ أين احترام المواعيد؟ صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي. الإسلام انتشر بالأخلاق. وأختم بهذه القصة وركزوا معي جيدا. الله يبارك فيك. ركز معي جيدا على أن الإسلام انتشر بالأخلاق. قال عمر بن الخطاب: انشروا الإسلام بأخلاقكم لا بأقوالكم. قالوا: وكيف بأخلاقنا؟ قال: بأفعالكم. كان الصحابي قديما يذهب إلى بلاد ما وراء النهر، بلاد ما وراء النهر اللي هي طاجكستان وأوزباكستان وبجوارهم باكستان، بلاد ما وراء النهر اسمها. فكان الصحابة يصلون إلى هذه الأماكن يتاجرون، يبيعون ويشترون. فكان الصحابي مثلا، أضرب مثلا، يبيع الشعير في بلاد الكفر، يفرش الصحابي بالشعير، يأتيه الكافر: هل عندك شعير؟ انت معايا ولا سرحان يا عم الحج اللي سمعني؟ الصحابي يفرش بالشعير، يأتيه الكافر: عندك شعير؟ يقول: نعم عندي شعير، ولكن أخي الذي بجواري عنده شعير هو أفضل من شعيري، فاذهب فاشتري منه. يقف الكافر متعجبا متحيرا: أدينك يأمرك بهذه الأخلاق؟ يقول الصحابي: نعم. يقول الكافر: أشهد والله إنها أخلاق الأنبياء. ويأتي كافر آخر لصحابي آخر: عندك شعير؟ يقول له: نعم عندي شعير، ولكن انظر عند بوابة السوق هناك رجل والله من أول الصباح ما باع حبة شعير، استحلفتك بالله أن تذهب وتشتري منه حتى يرجع لأولاده بطعام في آخر النهار. فيقف الكافر متعجبا متحيرا مذهولا مدهوشا ويقول: أدينك يأمرك بهذا الخلق؟ يقول الصحابي: نعم. يقول الكافر: أشهد والله إنها أخلاق الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
هو بيبيع بضاعة وأخوه المسلم بجواره بيبيع بضاعة وهم اتنين بيحبوا بعض. أما نحن حاليا أصحاب الكار الواحد، أصحاب الكار الواحد كلهم بيكرهوا بعض، التجار بيكرهوا بعض، المحامين بيكرهوا بعض، الدكاترة بيكرهوا بعض، والصيادلة بيكرهوا بعض، والنواب بيكرهوا بعض، وبتوع الفراشة بيكرهوا بعض. فيش غير المشايخ بس هم اللي يحبوا بعض. ما انتم مرتاحين يبقى في المشايخ. لا والله العظيم الشيخ اللي يعرف ربنا ما يكره أبدا، والله طالما قلبه متصل بالله عز وجل لا يعرف الكراهية أبدا. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، أبارك للأستاذ محمود سلمان حمزي سليمان الرعمي على كريمة الحاجة.